انتي ليلى؟ مالك كيشك اليوم ما كنتيش معنا في ايقاع كالعاده؟ والو غير عيانه شي شويه. ياك ديما تنقول لكم نتوما راكم بحال ولادي، اللي عنده شي مشكل يقولها ليا. مالك يا ليلى؟ ماما ما بغاتنيش ندير الموسيقى. وعلاش؟ هي مرا محافظه وما كتحاملش مع الموسيقى وبغاتني نكمل قرايتي. ولكن الموسيقى راه حتى هي علم، واي طالب يمكن له يكمل قرايته وفي نفس الوقت تكون عنده هوايات اخرى بحال الرياضه، الرسم، الموسيقى. انا عارفه هذا الشيء استاذه، ولكن شكون اللي غادي يقنع ماما بهذا الشيء؟ انا صح، انا غادي نحل لك المشكل. صافي صافي، وضحكي. ميرسي، يلا باي باي. باي باي. أنا بالنسبة لي الموضوع مزيان والأحداث حتى هي مثيرة، برافو. غير هو الطريقة باش كتبتيه بحال إلا قاصد شي حد. واش أنت كتقصد شي حد بالضبط؟ لا سي علي، هذا المقال بالضبط ما كنقصد حتى شي حد. دونك مزيان، خلي الأحداث كيف ما هي، غير حاول تبدل لاشوت ديال لاكتيكل ما واضحاش. داكوغ؟ داكوغ سي علي. ما يخليك واحد دقيقة. الو سي ادريس، اندرا، شنو عملت لي في ديك الارتيكل؟ عرفتي اش غايجيك مليح؟ غادي تعزوه بالصور ياك، وغادي تحطوه في الصفحه الاقتصاديه. بارك الله فيك. يلا سي علي. علي المشكل ما فيه هو انني تكلمت مع السيد الرئيس المدير العام ديال الجريده، والاسباب انا شخصيا ما كنعرفهاش، ربما عندها علاقه بالخط التحريري ديال الجريده. راه طلب مني باش نبدل لك البوست، يعني توقف نهائيا على الكتابه وترجع مصحح كوريكتور. كوريكتور شي اللي كاين. والسي الرئيس ما قالش لا غيزون ديال هاد لو شونجمون هذا؟ كنظن باللي المسألة مرتبطة بالأحداث اللي كتكتب السي علي، ما عندها حتى شي معنى. يا كلشي كنوافقوا عليه في الاجتماعات قبل يمشي للطبع. صحيح كلشي كنوافقوا عليه، ولكن انت مالك؟ قال لك بدل بدل، حيت الجريده الا بقات على هذا الحال قريبه تسد بيبانها، كلشي هرب منها. اصحاب الاشهار خوه بينا. زيد حاجه اخرى، اعلانات الدوله، ولهذا ولا سعفتيني وما ديرهاش مني قلت ما ديرهاش مني قلت قلب على جريده اخرى. داكشي اللي كيبان ليا نيت. علي، منين طلعتي للطوموبيل وانت ساكت؟ مالك؟ والو، خرجت شويه مبرزت من الجريده. داك رئيس التحرير قال لك نولي كوريكتور. ما فهمتش انا، واش دخلت لهاد الجريده باش نكون صحافي ولا باش ندير لا كوريكسيون ديال لي زارتيكل ديال عباد الله؟ وعلاش؟ شنو هو السبب؟ ما عندي ما ندير بالسبب ديالو. كيبان لي انا كاع نخلي لهم الجريده يربحوا بها. اش غادي نقول لك عاد؟ انا في نظري غير صبر شويه،
ما تعرف ربما تكون هذه غير موجة دايزة. ما عرفت الله ما عرفت. هذوما التحاليل اللي طلبتي لينا يا دكتور. من المؤسف السي علي باش نخبرك باللي النتائج ديال التحاليل كتبين باللي ما كتولدش، ولكن العقم ديالك ماشي صعيب، يقدر يتعالج الا تبعنا التريتمون يكون خير ان شاء الله. ولا التريتمون ما عطاش نتيجه يعني احنا ما نقدروش نولدو؟ في هذه الحاله تقدروا تربيو بنيه ولا وليد، ولكن ما نفقدوش الامل، نتبعوا التريتمون ويدير الله خير ان شاء الله. وهذه النتيجه اللي قلتي لي يا دكتور ديال ما كنولدش، واش الي سيغ؟ ماشي انا اللي كنقول، التحاليل اللي كتقول، ولكن ما نفقدوش الامل. كنحس بحال هادوك النتائج ديال لابوراتوار غالطين. الحق الا كانوا صحاح والله باغي هادشي ما كاين، بس يبغاها الله مرحبا بها. شنو ظهر لك في ديك الفكره اللي قال لنا الطبيب ديال نربي وليد؟ زعما بزاف ديال الناس في الحاله ديالنا مربين وليدات وتبارك الله كبروا معاهم ولاو بحال ولادهم وكثر. دي نعطيك عيتي ليله. سلام عشري. صافا؟ ماما كاينة؟ اه كاينة، دخلي. السلام عليكم. كي دايره؟ لاباس عليك؟ كلشي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. اختات فاطمه اللي هي غير ساقره من الموسيقى. مرحبا. اسكيوز. المهم انا غادي ندخل في الموضوع، ما غاديش نطول عليك بزاف. علاش ما خليتيش تيري الا تجي تقرا الموسيقى؟ ما سنى حنايا ما خوريتو جيت اذاقرا غير الموسيقى. هاتي اللي رغات كيما القرينت تفرخين، هات ورا قرنت الموسيقى. قلت لك البنات ما كيغنيوش ولا كيعزفوا. رغاستي تاويتا اللي خت غرينم تجي تمار هي ريازن. قلت لي نديها في قرايتي ونبعد على الموسيقى. ولكن لا ما عندك مناش تخافي، تي لا راني دايره بحال بنتي وكتر. ما سنى تنايا ما هنكي غزو ندير ليس. ايش دات لهم تروى؟ وي ما عنديش الاولاد ورا تارو ورا درستي لي نتاروا او الا داريه وسافر هذا سنف ما ربانيه واسد ربي تيسير. انا درستي لي نتاروا. قالت لك راه تقدر تصاوب لك واحد الدواء باش تولدي. واخا ان شاء الله مره اخرى ونجربوا. قولي لي غتخليتي لي لا تقدجي الكونسيرفاتوار؟ واخا غير سيسترات العقل اشكون هاتي حتى باباس تمدو. واخا فهمت شنو قالت. قالت لك لاله هي موافقه ولكن بشرط نتهلا فيك ونقابلك لحقاش باباك ديما مسافر. شتي هانتي كتفهمي الشلحه شويه وصافي. يلا المهم انا غادي نخليكم غنمشي. هو كي ولد غير نزوات لا مره اخرى ان شاء الله، مره اخرى نجي نشرب ان شاء الله. يلا بسلامه. بسلامه. اكلي يا عمر. اهلي. ش
شكرا بزاف. مو ما شيري يا بدكو. يلا تصلي في راسك حبيبي. باي باي. Ça va? Ça va. Fatigué. Et vous avez fait des choses à la chatarna? Fesh. À la chasse, Zama, on a repris le lit de l'avenir. Je suis un peu plus de temps. 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 نربيو شي وليد يونسنا ويعمر علينا الدار ومن بعد يسهل الله. اشنو قلتي؟ لاباس عليك؟ لاباس. نقدم لك فاطمه مراتي. تشرفينا لاله. هذه هند بنت الدرب ديالنا، كنا كبرنا مجموعين. هند؟ منين جبتي هذه السميه؟ ايوا هي اللي كنا كنعيطوا عليك بها في الدرب ولا لا؟ خليوها هند، فين غبرتي؟ وغي مع الوقت والخدمه. ما بقيتيش كتشوف شي حد من صحابنا ديال الصغر؟ لا لا شحال هادي ما بقيتش حتى شي واحد. ايوا نشوفو ان شاء الله من بعد. احنا زربانين شي شويه. بسلام عليك. خذوا راحتكم. هاد السيده كنت كنعرفها. صافي علي ما بغيت نسمع والو صافي. كتقلب على شي واحد اسمي. بغي ناخذ البيرو ديال المدير. انت الشيء ديرو لي اون فاس معاك رقم واحد. شكرا. لا شكرا على وجهك. عندنا اطفال يتامى او متخلى عنهم وكلهم بحال بحال مربيين ومؤدبين. واش من عمر اللي عندنا الحق ناخذو؟ على حسب الوضعيه ديالكم. إلا كانت المرأة خدامة يمكن لها تأخذ واحد كبير شوية، ولا كان عندها الوقت يمكن لها تأخذ واحد صغير. الوضعية المادية الحمد لله مزيانة ديالي، وأنا صحفي والمدام ديالي أستاذ الموسيقى. واخا عندنا واحد الولد عنده 12 عام، با ومو ماتوا في العافية، وما عندنا آثار لا ديال عائلة با ولا ديال مو. هو كان مع الخدامة عند الجيران. 12 عام مزيانة، نقدروا نشوفوه؟ عافاك قول لبشير يجي لعندي للمكتب. هذا الولد اسمه البشير، سكوتي ومؤدب. زيد ولدي البشير. كنقدم لكم البشير، ولد هاد الدار وفيها كبر ومجتهد. قول لي يا ولدي اش من قسم فاش كتقرا؟ الخامس. زيان. اسمع ولدي البشير، هاد الناس باغيين شي ولد اللي يربيوه ويعيش معاهم ويتهلاو فيه. اش قلتي؟ واخا استاذ. ولدنا البشير راه قابل، ما بقات السي علي الا الاجراءات الاداريه ديال التبني.
ماشي مشكل، غير قول لي شنو هما الوثائق اللي خاصين ونوجدهم. الو سيده وفاء، واش ما بالكش تما هذاك السي علي؟ شوفي الله يخليك، اتصلي به وقول له جي عندي حالا، باغيه ضروري. خدمه ناقصه هذا ارتيكل هذا. مرحبا بك ولدي في داركم. يلا جيت تشوف دابا البيت ديالك. بشير هذا هو بيتك ولدي. عجبك؟ دابا ولدي انت ولات عندك ماماك ولا عندك باباك ولي احتاجيتها قولها ليا. واخا شكرا ماما، شكرا بابا. يلا سيري ولدي دابا ارتاح شويه، بما وجدت لينا ماما الغدا ونعيط لك. واخا ما تصورش عالي شحال انا فرحان. البشير دخل لي قلبي من شوف الاولى. الحمد لله عمرات علينا الدار، ولكن وجدي راسك دابا غتولي مكلفه بجوج. لا 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 اسمح لي انا غادي نتكلف غير بلا يقول لي ماما. شنو زعما دابا انا هزني الماء؟ ايوا صافي انا غادي نتكلف غادي يقول لي بابا. وتقدر زعما؟ ايوا في حقه غادي نفكر في ربي نشوف. ايوا صافي تتفكر وربي عليا. انا عيط عليك. يلا واخا. بشير اجي ولدي تغدى. استراحتي شويه؟ علي علي وي فاطمة هاي
عليا. شكون هي؟ هذيك اللي قلتي لي بنضربكم. فين هي؟ ها هي عليا نضرس من هنايا. راهي ما شفت حد انا. اش كنقرا في الجورنال؟ اسمح لي عليا الشرب بزاف. ويلي فين ما كنمشيو كنلقاو هو بزاف هادشي. فاطمه كون غير تمشي حدا البشير بطابور هذا سيري ونسي شويه. ميجر مسلم من هاد البلاد وكيفاش كانت الحرب بينه وبين الكفار. ولي ولد البشر اش هاد الهضره كتقول؟ شفتي هنا ماما المسلمين كانوا هازين الرايات وفي يديهم السيوف. شكون اللي قالك هادشي؟ شفتهم. وملي هنا جا واحد قائد المسلمين كيخطب فيهم وكيشجعهم والاخرين كانوا هنا. بدات الحرب وهنا مات الكبير تاع الكفار. بسم الله عليك ولدي بسم الله عليك. يلا ولدي مد البلاصه يلا. بلاتي يا ماما ومازال العقل هنا نزلت فرنسا حتى هي وحربوها الوطنيين. صافي البشر عافاك ولدي الله يرضيك. يلا نمشيو مد البلاصه الدنيا خاويه يلا. وباقي نعقلها ماما في هذا البحر شنو الحروب وقعت فيه. ما عزيش عليك كلام مع الوليدات اللي قدك؟ مش بعلا هي كتلعبوا بزاف في المدرسة. تلعب بالمنوسات حتى هذا لعب وشاد اللعب كاملين وهادشي كله اللي عندي هنا راه ماشي متعلق قدي. ماشي تحت قدك؟ اه ماشي متعلق قدي. واخا سيدي انت دابا ما كاين حتى شي مشكل. غدا في الصباح غتقولي شنو هما الالعاب اللي بغيتي وغادي نشريهم لك. واخا واخا صباح الخير. لا غير خليه انا غادي نطفي. صباح الخير. ناس مازال ما خلانيش نطفي عليه الضو. بشر بالي ماشي هو هذاك وقرا خصنا نديو الطبيبه. لا ماشي تلا الدرجه غير مازال ما ولفش. عرفتي ملي كنا في البحر بدا كيعاود ليا على الحروب اللي دازت ما بين المسلمين والكفار وعاود ليا تاع الفتوحات الاسلاميه بحال زعما كاين هو كان حاضر فيها. واقيلا غير الاستاذ ديالهم ديال التاريخ دار لهم شي درس على هادشي. يمكن ولكن راه عاود لي هذاك الشيء اون ديتاي. ولا كيتفرج في دوك المسلسلات التاريخيه وبقى ليه داك الشيء لاصق في دماغه. Thank you.
شاتشي والله ما عرفت ياك سمعنا الصداع كل ما ندخلو. ايه ولكن متخنقين ناس ممكن يكون دار شي كوشمار. انا الشرب داك يخلاني الا بقى كيدير بحال هكا راه خصنا نديو الطبيب. المهم نعسو بعدا الصباح وجدح. بشير نعستي مزيان بالليل؟ اه نعست مزيان. ما حلمتيش بشي حاجه خايبه؟ انا ما كنحلمش انا كنشوف. وشنو شفتي البارح؟ شفت ولدك كيدفعني للبحر. ولدي؟ ايه ولدك لي ولدتي مع المرأة الأخرى. هذا باباك عنده مرأة واحدة أخرى؟ اللي كان غادي ياخد قبل منك. وهذا الشيء كامل بان لك البارح فاش كنتي ناعس؟ بان لي وشو بعيني. اش يقول هذا؟ انت كتسمعي ياك ما الدري ماشي عادي داك الشيء اش عطاو لنا باش يتبكوا منه. ما نزربوش هو معنا هاد الايام ديك الساعه نشوفوا تصرفاته كيفاش دايره. إذا ما انتي ما عجبكش فبغيتي يعني يعجبني. انا ديما تنهضر مع ماما تنقول هذاك الشيء ديال الخرافات راه ما تيبغيه حتى واحد. صافي انا ماشي مشكل انا غادي ناخذ. قولي لماما شكرا. ولا عندي وليد سميتو بشير. سي فري عافاك انتي ليلى ما تقولي لحتى شي واحد على داك الشيء داز بيني وبين ماماك. لا لا كوني هانية ما تخافيش. صافي نعول عليك. اوكي يلا تو تالا تالا. Tout le monde en classe. قول لي يا ولدي البشير هذاك الوليد اللي بان لك في المنام ولا شفتيه كي داير؟ قداش قريبا؟ حتى هو سميتو علي. كان كيلعب معايا بزاف دار الاطفال ومره مره كنت ندوز عند امو باش نشوفو. سميتها الزهره. الزهره؟ اه اللي خليتها حامله. وفين هو دابا؟ دا واحد سيد باش يربيه. فين دا؟ مدير ديال دار الاطفال يقول لك فين هو. عرفت هاد الشيء اللي قلنا دابا ولدي البشير يبقى بيناتنا. يلا ولدي انت وصلتي دابا للمدرسة. Mi fa sol la si
حسن جدا. الحصه ديالنا اليوم قربت سالي، باقي لنا تقريبا واحد الخمسه ديال الدقائق، غادي نستغلوها ونحاول نتكلموا شويه على الموسيقى ونعرف الاراء ديالكم. لان كما كتعرفوا الموسيقى هي اروع الفنون الجميله، وان علماء الجمال صنفوها في اعلى مراتب الفنون. استاذه بالنسبه للموسيقى، شفت واحد المسلسل الامريكي اللي كنظن انه رائع جدا، كان كيهضر على هذا الشيء ديال الموسيقى والعلاقه ديالها بالناس اللي مرض عقليا، وبينوا بانها هي اللي كتاثر فيهم وكتخليهم يكون بيناتهم واحد التجاوب. صحيح. وكنظن ان حتى من لوكوتي سيانتيفيك استاذه، على مستوى الاعصاب اللي كيكونوا في الدماغ هما اللي كيخليو هذا التجاوب يكون قوي. صحيح. ديليلا، وفي نفس المسلسل الامريكي بينوا بان الموسيقى ديال موزار كانت كوم اون ثيرابي اللي كتعاون الشباب والاطفال باش يكونوا اذكياء اكثر. صحيح. تفضل. وكما الموسيقى فهي تغذيه الروح، فحتى الرقص تغذيه للجسد، ولا حاولنا نسقوا بيناتهم كنعطيو واحد الراحه النفسيه ديال الانسان. تماما. وايضا اللي بغيت نقول لكم هو ان الفنون الجميله اي لي بوزار هي مهمه بزاف للروح والجسد، والانسان اللي ما كيعرفش يذوق الموسيقى باعتبارها فن السماع فما يمكنلوش يعيش عيشه راقيه في التذوق. على سبيل المثال نقدر نقول لكم مثلا القران الكريم. القرآن الكريم تيكون عندنا مقرئ اللي كيجول لنا القرآن، هذاك المقرئ ملي تيكون الصوت ديالو جميل جدا كيزيد يحببنا في القرآن باش نستمعوا ليه، وأيضا كنفهموا أكثر المعاني ديالو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا اليوم من الدرس. الحصة ديالو ما انتهت، نتلاقاو إن شاء الله غدا. ومن النهار خديناه هو كيتخلع في الليل، ما عرفتش واش غير تيدير دي كوشمار ولا عنده شي مشكل. بزاف الدراري كيتخلعوا في الليل، ما تنساش باللي هذه 10 سنين هو في دار الاطفال، خصو غير يولفكم. ومتاكد بانه ما مريضش، ما دارش شي ازمه نفسيه؟ ما مريضش السي علي، واش هو كيجي هو الاول في الامتحان وكيعرف الاشياء ديال الناس الكبار؟ راه هذا هو المشكل. دابا التصرفات ديالو والطريقه ديال الهضره ديالو فايته العمر ديالو، يعني ديال الكبار. الناس كلهم كيتمناو ولادهم يفهموا الاشياء ديال الناس الكبار. ويمكن عندك الحق. عافاك بغيت نسولك على واحد الوليد اخر سميتو علي، ومو سميتها الزهره. نتذكر هذا الولد. ده واحد السيد ما كيولدش ورباه. مو اسمها الزهره بنت الفضيله. بابا راه في فرنسا. ما كنعرف شي حد من لافامي ديالو، باغي غير نتهنى عليه. عافاك الله يخليك، الا كان دخل من فرنسا ما كرهتكش تعلمني باش نشوفو. ماشي مشكل، احنا على اتصال. فالله اعطاه نورا من هدايته، مشكاته من سنى الاقلام والكتب، يعطي الكثير ولا يرجو له ثمنا، فهو الكريم وغيث دون ما سحبي، ولم يضق أبدا ذرعا بواجبه، كالنهر يجري ولا يشكو من التعب. ما نفهم علاش ما كتنتبهوش ملي كيكون المعلم كيشرح الدرس. كنوصيكم وليداتي بالانتباه، لان ملي ما كينتبهش راه معمرو غادي يفهم، ومعمرو غينجح، ومعمرو غادي يوصل. انا مثلا، انا ملي كنت صغير كنت مجتهد. علاش؟ حيت كنت كننتبه، كنت ديما كنجي انا الاول، حتى نجحت في البكالوريا. البشير مالك؟ علاش كتكذب علينا وسطك؟ اش كتقول؟ اش هاد الهضرة؟ علاش كتكذب علينا؟ البشير ياك ما مريض؟ انت اللي مريض بالكذوب. اش هاد الهضرة؟ سير راسك وهنينا. انت كذاب. فاش كذبت عليكم اولدي؟ فاش؟ قلتي انت اللي كنتي كتجي الاول في القسم، ماشي انت. واحد الولد اسمه براين هو اللي كان كيجي الاول، وانت خرطوك كتنقل في الامتحان. كون ما جاش باك يرغب عليك كون طردوك من المدرسه. خرج عليا برا، سير مع دوزك، خرج برا. حتى انت كعد المدير ونتفاهموا مزيان. مازال كاع ما سخنتي بلاصتك ومازال كتقول فهاد الهضره. يلا خرج برا. هذا راه مريتي شويه، ما ديوش على الهضره ديالك.
بحال التلاميذ ما خصهمش يكونوا عندنا في القسم، نكملوا الدرس ديالنا. إن المعلم للعلياء يحملنا وفي يديه غراس العلم والأدب. شكون؟ أهلا هند، صافي لونطون. علي؟ سميتي الزهرة علي ماشي هند، ولا حتى سميتي تايا نسيتيها؟ دخل بعدا. لا زربان شوية، جيت غير نسولك على شي حاجة. شنو كنتي كديري في دار الأطفال داك النهار؟ مش تسول على ولدي. عندك ولد؟ آه عندي ولد. وفين هو باه؟ باه 10 سنين هو غابر، دابا عاد بان. اشنو بغيت تقولي يا زهرة؟ أنا زعما هو باه؟ حيت أنا براسي ما كنتش عارفة راسي حاملة، حتى مشيتي. أنا إلا مشيت لحقاش ما بقيناش مفاهمين، تفارقنا، ولكن عمرني ما عرفت بأني عندي ولد منك. حتى أنا مشيتش كنجري نقلب عليك، وقلت لك تعالى راني حاملة. أنا بغيتك ترجع ليا، حيت كتبغيني. فهمتي؟ علاش خليتي ملي ما باغاش تقوليها لي؟ علاش؟ حيت بغيت تبقى عندي شي حاجة تفكرني بيك. فهمتي؟ داكشي باش لحتي للخيرية. أنا ما لحتوش في الخيرية. هو عايش دابا أحسن عيشة. ديك العيشة اللي ما غاداش نقدر نوفرها لي أنا. شنو زعما أنا كنولد؟ ماشي أنت اللي ما كتولدش عالي. مراتك هي اللي ما كتولدش. شنو سميتيها زهرة؟ عالي. سميتو عالي. دابا أنا دكتور تقريبا شرحت لك كيفاش دايره الحالة ديالها. لا 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 أنا ما كيبانش ليا بأن حالته خطيرة، إنما الأطفال في هذا السن كيحتاجوا لاستقرار نفسي وعائلي، وبما أنه جا من دار الأطفال هذا كيعني غالبا بأنه كيفقد لهذا الشيء. وكنصحكم دابا باش تحاولوا تقربوا ليه وتواصلوا معاه وتشاركوه بزاف د الحوايج. واخا دكتور غادي نحاولوا إن شاء الله. ولا ما بانش لكم شي تغيير كبير حاولوا تتصلوا بيا ولا تعاود تجيبوه لي أنا باش نشوفوا. واخا دكتور. Merci. Je vous en prie, madame. Salam. Bachir, من كتجيب هاد الخبر؟ شكون كيقولها لك؟ حتى واحد. سير سير سبقني المكتب ديال المدير. على هاد الهضرة ما تبقاش تقول عندي في قسم واخا؟ أنا أستاذ ما كندويه حتى كنسمع الكذوب. سير أولدي سير. مصيبة هادي، عارفة ليا كلشي. أنت كتعرف الأستاذ طارق باللي البشير تلميذ جديد عندنا، والتقرير اللي توصلنا به من المؤسسة ديالو كيبرهن باللي هو تلميذ مجتهد. التقرير ديال المؤسسة اللي كان فيها وي انت ما قبلتيش يكون في القسم ديالك، نقلوه للقسم ديال الزوجه ديالي. ماشي مشكليه. انت غتشوفي انا راه خلعني، هذاك راه ماشي طفل نورمال. وفين هو دابا؟ هو خليته كيتسنى على برا. دخلوا لعندي. دخلوا. واخا سعاده المدير. دخل اولدي دخل. اش هاد المشكل اللي وقع بينك وبين الاستاذ طارق؟ المهم غنقلوك لعند الاستاذه خديجه، وما نبغيش هاد الشيء يتكرر. احترام المعلمين واجب على اي تلميذ. شوف مثلا انا ملي كنت صغير كنت كنحترم المعلمين ديالي كلهم، وكنت ديما كنجيب 10 على 10 حتى كبرت واصبحت في هاد المستوى اللي انا فيه. حتى انت كتكذب السي المدير اللي كان الاول في المدرسه هو ولد صنباطي، دابا راه هو مهندس فرنسا
وانت كنتي كتجيب ليه ما ياكل باش بدا يوريك. استغليت الفقر ديالو باش تنجح. وانت كتعرف ولد السنباطي؟ ايه كنعرفو. وبلي ما راه كان با حداد، وانت با كان بيع ديال المصارف ايام الاستعمار. اش هادشي كتقول؟ زعما راك في المكتب ديال المدير. انت ما مربيش. واش كتعرف بعدا شنو كتقول؟ ما قلت والو. قلتي على بات راجلي بيع ديال النصارى وما قلتي والو. سمحوا لي انا كنقول غير اللي كنعرف. والمشكله هذه. المهم الدراري كيقولوا غير داكشي اللي كيسمعوا من والديهم في الدار. لا با كان بيع ديال النصارى في ايام الاستعمار، وكان هو السبب الموت بزاف ديال المقاومين، ومرات بنت الوافي وعبد الله بسر غير مربيها. ايوا صافي بقاو لك غير والديا انا اللي ما جبتيهمش. سير عافاك فلقني القسم. مزيان تبارك الله. هاد الولد هذا اكيد عنده شي مشكل وخصو يشوف شي طبيب نفساني. ماشي وقته حتى انت هادشي. وي البشير حتى هاد الجواب صحيح. شي دابا ولات عندنا 20 نقطة. وجيت انا الاولى فهاد المسابقة. شكون اللي ربح ماما؟ انا ولا انتي؟ ويلي يا البشير علاش شكون اللي ربح؟ ياك انت ولدي. الا ربحت انا بحال ربحتي انت. وزيدونا البشير انا هاد المسابقه عزيزه عليا. عرفتي علاش؟ حيت كيعطيو فيها سيدي اسئله كتعلق بالتاريخ القديم، وقليل فاش كنت كنربح حتى جيتي انت. قولي البشير كي كدير انت كتعرف هاد الاجوبه؟ انا كنشوف وكنقولها ماما. انا ما كنكذبش. لا ولدي انا ما كذبتكش، انا غير بغيت نعرف هادشي واش كيبان لك ولا عشتي صافي. شفتو بعيني. انا غادي نوض نعس. تصبحي على خير. واخا حتى انا نطفي البيسي وغنعس. تصبحي على خير. شتك اليوم ساليتي بكري من الفورم ديالك؟ عرفتي سيدي علاش ساليت بكري؟ حيت البشير هو اللي جاوب على الاسئله كلها، والاسئله كانت صعيبه كلها كانت كتعلق بالتاريخ القديم. عجب ما عرفش بلي كيجيب هاد المعلومات كلها. على حسب داكشي اللي قال لي غادي يكون فريمون تيشوف الماضي. واش علي ما كيبانلكش غريب؟ واش غادي نقول لك؟ هاد الدري تبارك الله عليه حاله خاصه. شكاز المعفك يا فاطمة؟ روح. شي واحدين باقيين تيقولوا لنا ولاد البياع، وهاد الكلمه تضرني. ما عرفتش كي داير البشير حتى عرفها. على هاد الحساب ماشي انا بنت عبد الله بصير، بنت الوافي. هو يعلم الله شكون هو هاد الوافي. خصك تتاكدي واش بصح باك هو الوافي ولا الحاج عبد الله. انا ما كيهمنيش الماضي، اللي كيهمني هو الحاضر والمستقبل. ايوا لكن خصك تعرفي بعدا شكون هو الحاج الوافي. شكون بغا يكون؟ ولا قلت لك الحاج الوافي هو مول هذا الريستوران، وعندو الملكات بزاف، وهو واحد من اكبر الاغنياء ديال البلاد. اش غتقولي؟ ايوا هادي هضره اخرى. دابا هادشي كله ديال با. اييه هادشي داخل في الملكات ديال باك، لكن انت تاكدي اللي هو باك. وعلاش غادي نتاكد؟ الا كان داكشي اللي قال على باك بصح، حتى انا داكشي اللي قال عليا غادي يكون بصح. وكولي بعدا كولي بصح.
صافا قول لي علاش عيطتي لي نتسناك انه ما جيتيش للدار ديريكت؟ خليت رونديفو مع واحد جينيكولوج اخر. وعلاش؟ غير بغيت نتهنى وصافي. طيب كلشي كيقول لي من الاحسن نشوفو طبيب اخر. اش غادي نقول لك عالي؟ انا ما عنديش مشكل، بغيتي تمشي شي جينيكو واحد اخر نمشيو، هذا الا كنتي انت غترتاح. اش كديري تخيتي عاوتاني هنايا؟ واش علي حنا فين مشينا كنلقاو هادشي راه بزاف؟ هادي ما تكون جايه تابعك غير انت، انا كاع ما كنعرفها. صافي فاطمه ما بقيتش تعمل راسك بالخير والحلاوه، دابا نمشي. بنتي انا بغيت نسولك على شي حاجه وما بغيتكش تقلق عليا با. علاش بغيتي نتقلق بنتي؟ قول لي با، واش انا بنتك ولا غير مربيني؟ منين جبتي هذا الكلام؟ ماشي مهم منين جبتوها با، ولكن راه وصلني. اسمعي بنتي، انا ربيتك وكبرتك. إيه؟ كنتي احسن بنت في قرونك، دابا عافاك بنتي، نسي عليك هذا الكلام. ولكن با انا راه بغيت نعرف الحقيقه. انت عرفتيها عندك ما تغيري، فات الوقت باش تغيري. هي الوافي هو با. الحاج الوافي هو باك الحقيقي. انا غير مربيك. سالي، حسب التحليلات والفحوصات اللي درنا كيتبين لنا بان السيده فاطمه هي اللي ما كتولدش. انا اللي ما كنولدش؟ إيه لا فاطمه، انت اللي ما كتولدش. هي دابا كاع داكشي اللي قالته الطبيب الاخر كله غلط. بعض المرات التحاليل ما كيصدقوش، وانا بنفسي شرفت على هادشي من الاول حتى الاخر. انا متاكد بان هادشي 100% صحيح، وانا كنتحمل المسؤوليه دي كلها الى تبين العكس. ولكن ممكن يكون شي علاج؟ معلوم ممكن، حنا غنديروا اللي علينا والكمال على الله. ما تهزيش الهمه فاطمه، حنا غادي نتبعوا العلاج ونشوفوا. السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام. الله يخليك البيرو ديال الحاج الوافي. تفضل على العيد كامل. شكرا. عليكم اختي، الله يخليك، بغيت نشوف الحاج الوافي. واخا لاله، شنو نقول للمدير؟ قولي لي واحد السيده سميتها خديجه. خديجه اش؟ خديجه بنت، قولي لي خديجه بنت الحاج البصير. واخا لاله، تفضلي ارتاحي ونمشي نقول عليه. Thank you.
هي راه ما تيعرفكش، وحتى داك السيد اللي قلتي ليا راه ما تيعرفوش. نمشي تنجي نهار اخر. لا لا، راه قال لك ما تيعرفكش، وحتى الوقت باش يشوفك راه ما عندوش. صافي اختي انا غنمشي، عافاك بغيت نسولك قبل ما نمشي، واش سميتوني الوافي؟ اييه سميتو الحاج الوافي. صافي اختي شكرا. ما فهمتش انا هاد المدير مالو معايا هاد الايام. مالو؟ من الصحافي ردني كوريكتور، قلنا ما كاين باس، ودابا بغاني نتكلف بستوندار. هذاك ما كيحسبلو انت داخل الصحافه جبهه. قول له راني خريج معهد العادي للصحافه. وراه عارف. قال لك لا لا، مابقاش كيهمو الاخبار اللي كتعلق بالثقافه والرياضه، بغاو دابا غير فضايح ديال عباد الله. ما عرفتني غنجيب لي انا هاد الاخبار. انا بابا نعطيك الخبر اللي بغيتي. علاش؟ انا كنعرف واحد الوزير ولد عائله كبيره، نجح غير بالغش. شنو دار؟ جاب ديبلوم كبير مزور من الخارج وبي باش ولا وزير. ويلا جاب ديبلوم مزور، يعني خدام بالغش والغشاش، ما عمرو ما يخدم بلادو بنزاهة. معلوم. قول لي يا ولدي، الوزراء الاخرين ديالنا كتعرفهم؟ تبارك الله عليك السي علي، ما عندي ما نسالك. انت دابا يمكننا نقول عليك بلي وليتي صحفي مهني 100%، وان شاء الله غادي ترجع لبلاصتك افيك اونور. ولكن واش تقدر تقول لي كيفاش حتى كتوصل لهذا الخبر وهاد الفضايح ديال الوزاره ديالنا؟ والمصدر ديالي انا متوق فيه، غير هو كنتاكد من اي خبر كيعطيه ليا قبل ما نكتبه. ضيق الرشوه ديال 300 مليون راك شفتي الوثائق ديالها. غير هو مون نافي هاد الخبر حيت موجوده، غير ما كرهتش ما تنزلوهاش كلها في مره واحده، كل اسبوع على كل 15 يوم ينزل اخبار. بطبيعه الحال، لان بحال هاد الخبيرات هي اللي كتهم المواطنين. ايوا سيدي، حتى انا معكم في الطريق. الخبار ديال الفضايح ديال المسؤولين ما كاين غير هي، نريبوها على الكبار حتى تريب علينا حتى حنا. لا ماشي حتى لهذا الحد. اللي بغيت نقول لك هو ان بحال هاد الخبار راه هي اللي كتهم القراء، لانها كترفع من مستوى الجريده، وبالتالي حنا كنربحوا اكثر واكثر الاعلانات والاشهارات. ولكن بغيت نسولك كيفاش كتوصل لهذا الخبر عاد كتبدا تبحث فيها؟ ايوا لي كونسين ديالكم، انا اي صحفي مسؤول خصو يحافظ على مصدر الخبر ديالو ولا لا؟ دابا بغيتي تخبي حتى عليا انا؟ ايوا ما وصلتيناش باش نستثنيوك انت. كتعرفني مصدر ثقه، قول وما يهمكش. ديزولي شيف، ما نقدرش. على راحتك، بغيتي تقول قول، بغيتيش تقول انت حر. ولكن الاستنتاج اللي كاين هو ان هذا السيد اللي كيزودك بهذا الخبر قريب من ليزون شود، نيسبا؟ يمكن. قال لك الحاج كون موجود راه غادي يخرج دابا، وعندو الرونديفو ما بغاش يتعطل عليه. سير. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام. فيلا الحاج الوافي هي هذه؟ هي هذه اختي. عافاك اخويا، كاينه مراته. شكون اختي انت اللي كتسولي عليها؟ قول ليها واحد السيده كتعرفها، ولا عرفتي شنو؟ قول ليها خديجه بنت عبد الله البصير. الله يرحم لك الوالدين اختي، بعدي شويه ليه حيت الحاج غيخرج دابا وما كيبغيش لي يبقى واقف لي حدا الباب الفيلا ديالو. الله يرحم الوالدين. من بعد. اختي الله يرحم لك الوالدين. خليها خليها ما تدفعهاش، خليها. ياك لاباس، اش داكشي يا بنتي؟ انا اللي جيت لعندك للشركه وما استقبلتينيش. كتعرفيني؟ انا خديجه اللي خليتي عند الحاج البصير. خديجه؟ خديجه. خديجه اللي ربى الحاج البصير. الحاج البصير، حاج فين هو هذا الحاج البصير؟ فين هو؟ عيد انا ما نقلب عليه ولا اثر له. موجود. فين؟ اتيني به، فين هو؟ دابا يكون عندك. سير مع السيده وصلها وجيبوا الحاج البصير. سير بنتي سير. Thank you.
مرحبا مرحبا السي عبد الله. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا. نهار كبير هذا، نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. وغبورات هادي سبحان الله ما تشوفنا حتى شمنا. وانا كنت قلت لك خلي عندك الدريه، ومره مره زورني انت مشيتي غبرتي. راه كلشي من مراتك، مراتك ما كانتش باغاني نعرف حتى الدار. هادشي علاش اضطريت انا نهبر. مرتي الله يرحمها شتي هادي باش دات معاها من الدنيا والو والو. هادي بنتك شوف تبارك الله كيفاش ولات. اجي يا بنتي اجي يا بنتي اجي يا بنتي اجي يا بنتي. غادي نعوض لك كل شيء ما فات. شغل حماضة السي علي. مسيو المينيستر غيرفع بينا دعوة. إوا شفتي أخبار الفضائح فين وصلتنا؟ بالعكس ما تشوفش هكاك، شوف شحال من عدد بعنا غير البارح على ود الفضائح اللي فيه، ومازال المبيعات كتزاد. وعلى كل حال أنت غتكمل على شغلك، وغتقلب لي على دوك الخبيرات الطرية اللي كتهم القراء والمواطن. كاين كاين الاخبار ديال واحد الوزير استغل النفوذ ديالو باش ياخذ الارض ديال شي ناس. لا لا لا، حنا تخلينا غير مع هذا الوزير اللي باغي يرفع بينا دعوه. من حق الراي العام يعرف ويتابع درجه النزاهه ديال المسؤولين ديالنا. والرئيس المدير العام شنو كيقول فاش؟ حجب الحال، ولكن راه يقدر شي نهار يطلب منك منين كتجيك هاد الخبار. عمرو ما غادي يعرف منين كتجيني. وحتى انت السي علي كتقلب على المشاكل. الا ما عجبوش الحال شغله هذاك، عطى الله الجرائد مع من نخدم. لا لا ماشي هذا هو الحال. كنظن بلي انت بديتي معنا في هاد الجريده، دابا خصك تكمل. عندك الحق، الا بغيتي تستر على المصدر ديال المعلومات ديالك راه حتى شي واحد ما يسالك شي حاجه، حتى شي واحد. واحد الشيء على الباقي كنشوفو. مازال تنشوفو. وسلم عليه الا شفتيه. يسلم عليك الخير. قلت لك بنتي لا بدا تجيب وليداتك لهنايا الله توسع فيني لعبو، وانا خصني غير اللي يونسني. واخا با اللي بغيتي. وبغيت نقول لك هذاك التعليم اللي انت فيه خرجي منه كاع. ويلا جلست من الخدمه باش غنجلس ندير؟ راضياش تبركي، عطى الله ما يدار. انا خصني اللي يوقف معايا في المشاريع ديالي واللي يعاونني. اييه واخا. وبغيت نقول لك عاود ثاني هذاك الراجل عندك احسن لك تفرقي معاه احسن. ولكن راه راجلي وبات ولادي. كان راجلك دابا رزق اللي كان جامعكم تقاضى، عائلتنا ماشي هي عائلتهم. هي بغيتيني نتفرق معاه. بركة عليك بنتي من ايام الجوع والفقر والبؤس والحرمان. عائلتهم ونزيدك واحد السر اخر، باه راه كان بياع ديال النصارى. ولا لا سي عبد الله؟ عندك الحق، كان بيع ديال النصارى. واخا صافي. هضر معايا المعلم ديالك وقال لي يا ولدي بلي درتي ليه مشكل البارح في القسم اللي جبتي ليه الماضي ديالو. ولدي عافاك، ما بقيت هضر مع حتى شي واحد، خلي الناس تدبر راسها. واخا ما بالحق داكشي اللي قلتي لي انا على الوزير راه عجب المدير ديالي، وراه بغاوني نكتب ليهم شي مقال اخر بحال داك الشكل. شتي ولدنا البشر شحال ولا مهم. ايوي داك الشيء ولدي باش بغيتك تقول لي الماضي ديال شي وزير اخر ولا شي واحد مهم في البلاد. صافي وانت دابا كتشوف بقاش نجبد الماضي الناس. لا ولكن حنا لا ماما. ما عجبتوش الطريقه باش هضرنا معاه.
شي بغيت نهضر معاك. واخا عندي مشكل مع البشير، تقلق منا البارح، دابا بغيت ندير البحر باش نتصالح معاه، بغيتك تكوني معانا. بكل فرح استاذه، حتى انا باغا نشوف. قولها لماماك. واخا وعندك صافي. انتي دابا عرفتي شكون هو باك واعترف بك، وانتي الوريثه الوحيده ديالو، اذا دابا ضمننا المستقبل ديالنا الحمد لله. اللي خصك تعرف دابا وهو ان با طلب مني باش نستقل من التدريس ونعاونو في اداره الشركه والاعمال ديالو. ايوا انا نبقى مدير. انت ايوا انت شوف باك شنو خلى عليك. شنو بغيتي تقولي؟ هادشي اللي كتسمع واللي خصك تعرف وهو انه وصل الوقت اللي كل واحد فينا يشط الطريق ديالو. كل واحد فينا يشط طريقه؟ معلوم، حيت الا جينا نشوفوا اصل كل واحد فينا، انت الله يستر ولد واحد الراجل اللي كان بيع ديال النصارى. ايوا انا الحمد لله بنت واحد الراجل معروف ومن عائله كبيره. خديجه اش هادشي كنسمع؟ كتسمع الحقيقه ولا ما عجباتكش؟ هاد العشره كلها دغيا نسيتيها، حيت باك انت غني وبا انا فقير. ايوا راه الزمان كيتقلب، وبا ما بغى لا الاصول ديالنا تخلط بالاصول ديالكم ولا الدم ديالنا يتخلط بالدم ديالكم. ما كاين باس لالا خديجه، سيري عند باك، ولكن خصك تعرفي باللي واحد الراجل كان معاك وكان كيبغيك الوقت اللي كنتي بنت البصير. ما كيهمنيش، اللي كيهمني دابا وهو نشوف القدام. ايه حتى اللي رباك وكبرك سامحتي فيه. الو، اهلا سيدي بخير. كيف ما وعدتك راه سي منير رسل لي واحد الايميل تيقول فيه باللي نهار الاربعاء غادي يجي ونهار الخميس غادي يجي يزورنا هنا. شكرا بزاف اللي علمتيني، بغيت نشوف علي الصغور. ايوا انا نعيط عليك الساعه اللي يكونوا عندي هنا، انا نعيط عليك. مع السلامه. فاش كتشوف؟ حتى انا كيعجبني نشوف البحر. شحال في عمرك هتيلي؟ انا عندي 17 طن. وانت؟ ما عرفتش. تاتا فاطمه قالت لي بلي عندك 12 طن. ما عرفتش، مازال ما حسبتش. ضحكتيني. كيفاش مازال ما حسبتيش؟ هي دابا انت اكبر مني. فاش غادي نحسب غادي نقولها لك. كصحفي كيحترم المهنه ديالو، انا كنتاكد لك بان السميه ديالك ما غاديش تذكر، والغرض من الصحافه هو توصل الحقيقه للشعب. انا داكشي اللي قلت لك راه هو اللي كاين. انا بنفسي مد لي السيد باليزه ديال 300 مليون ومديتها رشوه للجهه الاخرى، وداكشي داز في سريه تامه، وهذا هو الدليل. مزيان، كلشي باين، العمليه داز والفلوس تعطاو، والدليل ديال التحويل ديال البنكه كاين، وحتى هذا دليل مزيان كيبين كيفاش تحولوا الفلوس لحساب اخر من بعد 3 شهور بالتقسيط باش ما تبانش الاثار ديال التحويل. المهم من هادشي كله هو ان الرشوه كاينه. كنشكرك بزاف على التعاون ديالك. بشير علاش انت سكوتي؟ دوي شي شويه، انا راه بحال اختك اللي كبر منك. تيلينا انا راه ماشي صغير، انا راه كبر منك. واخا نعيطك خويا الكبير. اسمعيني هاتي، انا ما عارفش راسي،
وكيفاش بغيتي نقول لك شكون انا؟ قلت لك شي حوايج غادي تخلعي. قول وما عنديش مناش نتخلع. انا كنعرف الناس كلهم بحالك تعيش معاهم وعارف شنو جرى لهم. انا كاين ولكن وقتاش مازال ما عرفتش. الحجاج ديالك السي علي ثابته، تنهنيك. وكنحاولوا نديروا اللي قدرنا عليه. وانا من جهتي كنتسائل وقتاش غيوصل النهار اللي تولي فيه الصحافه نيت هي صاحبه الجلاله، تقدر تطيح ريوس كبيره بحال في الدول المتقدمه. هذاك هو مقياس الديمقراطيه. معلوم تماما. ولكن فراسك صاحبنا سيد الوزير ما قدرش يرفع دعوى بالجريده. وعلاش؟ خاف تبان الحقيقه على ود الوثائق اللي جبتي لنا ثابته. غير كمل على شغلك، استمر. سي با بوسيبل الباشير. فهمتي شي حاجه؟ فهمت ولكن غير بلاتي. واش هادشي اللي كتشوفو، واش كتشوفو في المنام ولا كتشوفو في الواقع؟ ما عرفتش هادشي ليلى. واخا نرجعو للمهم، علاش ما بغيتيش توري لباباك المعلومات اللي بغا؟ زعما راك انت ولدو وهاد المعلومات راه محتاج لها في الخدمه ديالو. خفت من الحق لقاش بان والناس يعرفوا باني انا مول الاسرار. ماشي مشكل، انت هو الحقيقه وهذا هو المهم. وليداتي يلا مشيو. ولا باقي ما شبعتوش من البحر؟ الا بلاتي عافاك يا ماما. واخا سيتي ماشي مشكل، غنتسناو واحد شويه ونمشيو. الله، هذه فرصة سعيدة السي منير، زارتنا البركة. شكرا. هذا السي علي، توا قدا من عندنا واحد الوليد كيربيه. تشرفينا سي، تشرفينا سيدي. ولدي علي، واش باقي عاقل على هاد الدار؟ وي، جو مو رابيل بيان. يا قلت لك اولادي يدخلوا المغرب تكلم بالعربية. داكوغ بابا، اسكو جو بو جوي لابا؟ واخا، سير تلعب ولكن رد بالك اولادي. داكوغ. مشوية عليك. قول لي يا سي منير، كي دايرين مع هاد الوليد؟ ولفتوه ولفكم؟ اولا ولدك تبارك الله عليك ولفنا واحد الدرجه ما كتصورش، وحتى من مرتي تقدرش تخلي عليك ولفاتو بزاف. وما حاولتوش تسولوا على مو ولا با الحقيقيين؟ لا، هو منين جينا خدينا منا ما عرفنا والو على الماضي ديالو، واحسن ما بغيناش نعرفو، لان مشينا تقلبنا على داكشي اللي فات غنطيحو شي حاجه ما تعجبناش، احسن نخليوها بحالها. وانت سي علي كي داير مع هاد الوليد اللي مربي؟ مزيان. بالنسبه لهذوك اللوائح ديال التلامذ، واش نديروا الاناث بوحدهم والدكتور بوحدهم ولا نهضروا على هذا الشيء في الاستراحه ان شاء الله؟ واخا بشير. اجا ولدي بغيتك. ولي البشير، الهضره اللي قلتيها لي انا ومراتي كلها بصح. داكشي علاش بغيتك تقول لي واش كتعرف شي حاجه على الوافي؟ كلشي. بحالاش؟ هو كان خدام مع واحد اليهودي وداك اليهودي مات. Thank you.
سولتيني فين مشيت اليوم انا والبشير. علي علي. وي فاطمه مالك؟ لا كنت ساهي شويه. شنو قلتي؟ قلت لك اسيدي مشيت للبحر انا والبشير وعجبو الحال واقتنع باش يقول لك كاع على داكشي اللي بغيتي. مزيان. شك بحال ما عجبكش الحال؟ لا بالعكس. مالو؟ الا قال لك على ديك الاخبار المهمه اللي بغيتي غتولي اهم صحفي في الجريده. بيني وبينك فاطمه ما جاكش باللي كنفكروا غير فروسنا ونسينا الحاله ديالو؟ خصنا نديوه يشوفوا شي سبيسياليست. علاش خلق هذا المشكل بيني وبين خديجه مراتي؟ علاش؟ ما كاين حتى شي مشكل تما السي المدير. كتب الله واحد النهار تجمعتو وكتب الله واحد النهار تفرقوا فيه. وبهاد السهولات السي الوافي الاصول ديالنا انا وياك ماشي بحال بحال. انت بعيد علينا وباك كان بياع ديال النصارى وانا ما يمكنش ليا بنتي الوحيده والوريثه ديالي يكون مزوج بها واحد با خائن. وغير انا بوحدو اللي خائن؟ وانت السي الوافي منين جاتك هاد الثروه؟ منين كلها؟ وفين هو اليهودي اللي كان مشارك معاك غير جا ومات هكاك؟ وفين الصهيوني مسيو لوبيز اللي لقاو حتى هو ميت؟ شكون اللي قتل؟ والوراق اللي جبتي ليهم وقلتي بلي شاري منهم الشركه؟ ماشي وراق مزوره كلها. وعندي الدليل السي الوافي وانا انا اللي غادي نحرمك من الثروه ديالك كيف حرمتيني من ولادي. السي الوافي هاد الهضره باينه باش كل واحد يعرف الاصل ديالو وانا الماضي بغيت ننساه ولكن انتوما انتوما اللي كتخليوني نجبدو. فاطمه فاطمة عقلتي على ديك الهضرة اللي قال لينا البشير نهار جبناه على قبل داك الولد اللي عندي؟ عقلت. ما سولناش زعما واش فين هو داك الولد ولا تأكدنا من ديك الهضرة واش بصح؟ صافي علي حتى نتايا وهاديك غير هضرة خاوية. لا ولكن إلا جاب الله كانت بصح وعندي نيت ولد. علي ليك ما دير شي مره اخرى عليا وانا ما خباريش. لا وانت عارفه انا ما كنتش مزوج قبل منك غير هو كنت كنعرف واحد السيده. ما فهمتش علي شنو بغيتي تقول؟ زعما ويلا كان عندي ولد منها وانا ما عارفش هذا غير احتمال ولكن اون سي جامي. بشير بغيت نسولك اولتي اش كاينه ماما؟ باباك كانت عندو شي مرا اخرى؟ واش عندو شي ولد؟ اه فاطمه غير سوليني انا بلا ما ديرونجي الدر. قلتيش ليا شنو بغيتي نقول لك؟ غتقول لي بلي كانت عندك مرا. ما كانتش عندي مرا فاطمه. صافي لونطون قبل ما نتزوج بك كنت كنعرف واحد السيده بحال كاع لي سيليباتير ما تفاهمناش وسالت العلاقه ديالنا. ولد معاها؟ يلا اكتشفتها ما كنتش كنعرف. شكون هو هاد الولد؟ يكمل بشير. تيك خوا كل بشير إلا كان هو ولدي غادي نخبي عليك؟ ولدي مربيينو شي ناس في فرنسا كيما حنا مربيين البشير.
شفتهم اونسومبل هاد اليامات، ما نقدرش نقول لهم بلي انا هو بابا. المهم في هادشي هو انه عايش مزيان معاهم، كيعتبرهم والدين. وشكون هي رسالة هاد المرأة؟ هاديك هند ولا الزهرة اللي كنتلاقاو ديما. انا اللي غادي نديه. راني ديت حدا المدرسه ديالو. هاك بابا كمل مشيط ومني تسالي سير خد الكارطاب ديالك. واخا ماما. سير دي ولدك اللي عندك مع المراه اخرى، اما هذاك راه ولدي انا وانا اللي غادي نديه. هضرنا في هذا الشيء البارحه فاطمه، راكي زعما بعقلك تبدلت يا علي. من اللي عرفتي راسك كتولد وعندك ديجا ولد مع ديك الزهره ولا فاطمه ولا ما عرفتش اش يقولوا ليها، مشيتي كتقلب عليه. ياك عندنا ولد علاش كتقلب على واحد اخر؟ علاش بغيتيني دابا نعرف عندي ولد وما نحاولش حتى نقلب عليه ولا امو نعرف مع من عايش؟ ديري راسك في بلاصتي. انت ماشي كتقلب غير على الولد، انت كتقلب على الولد وعلى امو. فين ما مشينا كنلقاوها؟ اه ولا قول هي مازال طامعه باش ترجع ليها. فاطمه انت راك في حاله ما غتقدري لا تريزوني ولا تسمعي ليا. اما ديك هند ولا الزهره ما بقاتش كتهمني، وعمرني ما نعيب عليك لو فات بانك ما كتولديش، هذاك الشيء ديال الله. انا كنبغيك انت يا فاطمه، وباغي نكمل حياتي معاك انت، وهذا الشيء خويه من راسك. وملي تكالماي غادي نعاودو نهضرو. انا دابا غادي ندي البشير للمدرسه. نبشرك وصيدة باللي انتي حاملة. حاملة؟ هي حاملة. واش متأكدة دكتور ماشي اللي كتقول؟ متأكد. الحمد لله عندك يا رب وشكرتك. واش درتي تولي عطيتك؟ لا يا دكتور تبعتو. إيوا خصنا نفرحوا علي بهذا الخبر سعيد. أنا غادي نعيط ليه دابا. الو علي. وي فاطمة. عندي لك خبر زوينة، أنا حاملة. سي با فغي. مبروك عليك، مبروك علينا كاملين. غادي يولي عندك واحد خوك ولا أختك، ماماك فاطمة حاملة. الحمد لله. قصدتو الحاج. الله يجيب الشفاء. يا ربي امين اختي. الله يشفيك. شوفي يا بنتي خصك ترجعي لراجلك. لا با انا وياه ما بقيناش مفاهمين صافي. سمعي اش تنقول لك، رجع لراجلك راه ولد الناس. ولد الناس؟ ياك با قلتي لي اصله خايب.
بزاف الناس الماضي ديالها ما مزيانش. هاد الماضي تيخصنا نمحيوه. البلاد باغية منا شنو درنا اليوم، ماشي الأغلاط ديال البارح. صافي أبا، ديها غير في صحتك دابا، تتبرى ويكون خير. بشير فين غادي يا ولدي؟ بلاتي يا بابا، هدرت العرفة. حش هدرت العرفة، هدرب كله تنعرفه. علاش فين جيتي لهنا؟ لا أنا كنت ساكن هنا. هالدار ديالي، ديالي هالدار، كنت ساكن فيه أنا ومراتي وحتى ولادي. شوف هذا اللي خارج، راه ولدي اسمه عبد المولى. عبد المولى، عبد المولى، انت هو عبد المولى؟ ايه. أخوك هو عبد الواحد؟ ها؟ أباك؟ مات، علاش تسول؟ هذا ولدي البشير، راه يمكن أخويا كيعرفكم، غير شد لي الخاطر شوية. باش ماش أباك؟ كسيدة. صافي، أمك هي حليمة. واش كتعرفنا ولا؟ بغيت ندخل الدار نشوفكم، ونشوف خواتاتك عيشة ومينة وفوزية. واش كتعرفنا نيت؟ بلاش انا غادي نقول لك، زيد نوريك واحد الصوره ديال باك بجلابيتو بيضه وبلحيتو. واش باقي فوز الدار؟ ايه، بغيت ندخل نشوف امك حليمه لابد. دير لي عفاك خاطر. واخا سيدي تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ولدي البشير، واش هاد الناس كتعرفهم نيت؟ لا ما فهمت والو لهذا الشيء ديال ولادك وانت باهم. عندك اولدي دير لي شي مشكل معاهم؟ لا انا باقي عاقل بلي انا هو باهم وانت في كسيده. تفضلوا سيدي تفضلوا. يلا ندخلوا. السلام لالا. السلام سيدي. السلام وليدي، مرحبا بكم. تبارك الله عليك، سمح لينا لالا هجمنا عليك، راك نديت غير انا ولدي من الدرب وقال لي كيعرفكم. كيعرفنا؟ ياك ما فايت جيتي مع شي حد عندنا. تفضلوا سيدي، جلسوا جلسوا. فوزيه ديري بنيتي الماء يطيب، نديروا شي كويز ديالها تي الله يرضي عليك. ياك ما تبدلت عليك شي حاجه وليدي في الدار؟ لا غير واحد الصوره ديال الحاج كانت معلقه هنا. هي كانت، ولكن راه حيدناها، راه اكثر من 10 سنين هذه باش مات. بغيت نشوفها. بغيتي تشوفها؟ اه. واخا وليدي، هذا وليدي عبد المولى جبتك الصوره ديال باك الله يرحمه راه في البيت. زيول تبارك الله، هذا الوليد عندك الله يحفظه لي. اجا وليدي تجلس اجا. تبارك الله تبارك الله، الله يصلح. تبارك الله، مرحبا بك يا وليدي. كتعرف الحاج؟ اه كنعرفو وبزاف. الحاج الله يخليك، واش نقدروا نهضروا شي شويه بوحدنا الا ممكن؟ ياك ما كاين باس سيدي. لا لا ما كاين حتى شي باس. نوض وليدي عبد المولى خرج برا تندوي مع الناس. ياك لا باس سيدي.
الحاجة، هاد الوليد أنا مربيه، خديته غير مؤخرا أنا والمدام ديالي من دار الأطفال، وتبارك الله عليه ذكي ومؤدب، ما فيه ما يتعيب، غير هو فيه شي حوايج ماشي بحال الناس العاديين. فيما تلقى مع شي واحد كيقول لي بلي راه تيشوف الماضي ديالو بحال راه كان عايش معاه. ولكن المشكل الكبير هو ملي جينا لداركم تيقول لي بلي راه راجلك. راجلي؟ ويلي سيدي اش هذا الهضره كتقول؟ هاد الهضره راه ما يتقبلهاش العقل. هاد الوليد هذا يكون راجلي؟ والله الحماق هذا. انا غادي نوريك حليم باش انا راجلك. عقلتي النهار كنت ناوي نمشي للحج وخليت لك الفلوس كلهم تحت الجليجه وقلت لك اللي ما رجعتش ها باش تعولي باش كبري الدراري. وليدي لهاد الشيطان. هاد الهضره شكون اللي قالها لي؟ هاد راه اسرار داري، شكون اللي قالها لي؟ ولكن الحاجه واش هادشي كاين؟ ايه سيدي كاين، ولكن هذا راه اسراري واسرار داري. منين جابها هو؟ ونزيدك حليمه، نهار العيد الكبير فاش جبت لك واحد الحوليه صغيره وما عجبكش وقلتي لي ردو. اسيدي هاد الدري راه ماشي عادي هذا، وكان شي هدور تقالت غير بيناتنا. ولا 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 استغفر الله العظيم. اسيدي هاد الدري راه ماشي عادي هذا، منين شفتوا هاد الدري؟ شكون اللي عطاه لكم؟ انا ماشي دري حليمه، انا راجلك. اويلي على راجلي اوليدي نعيد. اش كتقول؟ هذا راه الحماق، هذا راه ما يتقبلهاش العقل. انت قد هكا تكون راجلي؟ اش كاينه امي؟ ياك لاباس امي؟ ترى ما بقيت فاهمه والو. هاد الدري قالك هو راجلي، واش هادي تصطيه ولا شنو هي؟ الله يهديك اولدي الله يهديك. انا ماشي ولدك، انا راجلك حليمه وفوزيه راه بنتي. اويلي استغفر الله العظيم. اش غادي ندير؟ غادي نمشي نرتاح شويه في بيتي. ما دايره تصطيه بعينيها. الو علي. وي فاطمة، عندي لك خبر زوينة. انا حاملة. سي با فري. مبروك عليك، مبروك علينا كاملين. غادي يولي عندك واحد خوك ولا اختك. ماماك فاطمة حاملة. قصدتوها الحاج.
الله يجيب الشفاء. يا ربي امين اختي. ماشي ديك شوفي يا بنتي، خصك ترجعي لراجلك. لا با، انا وياه ما بقيناش مفاهمين. صافي سمعتش تنقول لك رجع لراجلك، راه ولد الناس. ولد الناس ياك با، قلتي لي اصله خايب. بزاف الناس الماضي ديالها ما مزيانش، هاد الماضي تيخصنا نمحيوه. البلاد باغية منا شنو درنا اليوم، ماشي الأغلاط ديال البارح. صافي أبا، ديها غير في صحتك دابا، تتبرى ويكون خير. بشير فين غادي يا ولدي؟ بلات يا بابا، هدرت نعرفها. حش هدرت نعرفها، هدر بكل تنعرفه. علاش فين جيتي لهنا؟ لا انا كنت ساكن هنا. ديالي الدار كنت ساكن فيه انا ومراتي وحتى ولادي. الو سيده وفاء، واش ما بالكش تما هذاك السي علي؟ شوفي الله يخليك، اتصلي به وقول له جي عندي حالا، باغيه ضروري. خدمة ناقصة. هذا ارتيكل هذا. مرحبا بك ولدي في داركم. يلا اجي تشوف دابا البيت ديالك. بشير هذا هو بيتك ولدي. عجبك؟ دابا ولدي انت ولات عندك ماماك ولا عندك باباك، ولي احتاجيتها قولها ليا. واخا شكرا ماما، شكرا بابا. يلا سير ولدي دابا ارتاح شويه، بما وجدت لينا ماما الغدا ونعيط لك. واخا. ما تصورش عالي شحال انا فرحان. البشير دخل لي قلبي من شوف الاولى. الحمد لله عمرات علينا الدار، ولكن وجدي راسك دابا غتولي مكلفه بجوج. لا 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 انت اللي ما كتوليش. هي دابا كاع داكشي اللي كتطلب الاخر كله غلط. ما
بعض المرات التحاليل ما كيصدقوش، وانا بنفسي شرفت على هادشي من الاول حتى الاخر. انا متاكد بان هادشي 100% صحيح، وانا كنتحمل المسؤوليه دي كلها الا تبين العكس. ولكن ممكن يكون شي علاج؟ معلوم ممكن، حنا غنديروا اللي علينا والكمال على الله. تهزيش الهمه فاطمه، حنا غادي نتبعوا العلاج ونشوفوا. السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام. الله يخليك البيرو ديال الحاج نواف. تفضل على العيد كلمة. شكرا. السلام عليكم اختي، الله يخليك. بغيت نشوف الحاج الوافي. واخا لاله، شنو نقول للمدير؟ قولي لي واحد السيده سميتها خديجه. خديجه اش؟ خديجه بنت، قولي خديجه بنت الحاج البصير. واخا لاله، تفضلي ارتاحي ونمشي نقولها ليه. شكرا. تعرفكش، وحتى داك السيد اللي قلتي ليا راه ما تيعرفوش. نمشي تنجي نهار اخر. لا لا، راه قال لك ما تيعرفكش، وحتى الوقت باش يشوفك راه ما عندوش. صافي اختي انا غنمشي. عافاك بغيت نسولك قبل ما نمشي، واش سميتوني الوافي؟ اييه سميتو الحاج الوافي. صافي اختي شكرا. ما فهمتش انا هذا المدير مالو معايا هاد الايام. مالو؟ ولكن راه راجلي وبات ولادي. كان راجلك، دابا الرزق اللي كان جمعكم تقاده، عائلتنا ماشي هي عائلتهم. هي بغيتيني نتفرق معاه. بركة عليك بنتي من ايام الجوع والفقر والبؤس والحرمان. عائلتهم، ونزيدك واحد السر اخر، باه راه كان بياع ديال النصارى. ولا لا سي عبد الله؟ عندك الحق، كان بياع ديال النصارى. واخا صافي. هضر معايا المعلم ديالك وقال لي يا ولدي بلي درتي ليه مشكل البارح في القسم اللي جبتي ليه الماضي ديالو. اه ولدي عافاك، ما بقيت هضر مع حتى شي واحد، خلي الناس تدبر راسها. واخا بالحق داكشي اللي قلتي لي انا على الوزير راه عجب المدير ديالي، وراه بغاوني نكتب ليهم شي مقال اخر بحال داك الشكل. شتي ولدنا الباشا شحال ولا مهم. ايوي داكشي يا ولدي باش بغيتك تقول لي الماضي ديال شي وزير اخر ولا شي واحد مهم في البلاد. صافي وعاد دابا كتشوف مابقاش نجبد الماضي الناس. لا ولكن حنا اه. لا ماما ما عجبتوش الطريقة باش هضرنا معاه. شو مشكل؟ جليلة جليلة، اجي بغيت نهضر معاك. واخا عندي مشكل مع البشير، تقلق منا البارح
دابا بغيت ندي البحر باش نتصالح معاه، بغيتك تكوني معانا. بكل فرح استاذه، حتى انا باغا نشوف. قولها لماماك. واخا. وعندك صافي. انت دابا عرفتي شكون هو باك واعترف بك، وانت الوريثه الوحيده ديالو، اذن دابا ضمننا المستقبل ديالنا الحمد لله. اللي خصك تعرف دابا وهو ان با طلب مني باش نستقل من التدريس ونعاونو في اداره الشركه والاعمال ديالو. ايوا انا نبقى مدير. انت ايوا انت شوف باك شنو خلى عليك. شنو بغيتي تقولي؟ هذا الشيء اللي كتسمع واللي خصك تعرف وهو انه وصل الوقت اللي كل واحد فينا يشط الطريق ديالو. كل واحد فينا يشط طريقه؟ معلوم، حيت الا جينا نشوفوا اصل كل واحد فينا. انت شكون؟ اهلا هند، صافي لونطون. علي سميتي الزهره علي ماشي هند، ولا حتى سميتي تايا نسيتيها. ادخل بعدا. لا زربان شويه، جيت غير نسولك على شي حاجه. شنو كنتي كديري في دار الاطفال داك النهار؟ باش تسول على ولدي. عندك ولد؟ اه عندي ولد. وفين هو باه؟ باه 10 سنين هو غابر، دابا عاد بان. اشنو بغيت تقولي يا زهرة؟ انا زعما هو باه؟ حيت انا براسي ما كنتش عارفه راسي حامله حتى مشيتي. انا الا مشيت لحقاش ما بقيناش مفاهمين، تفارقنا، ولكن عمرني ما عرفت باني عندي ولد منك. حتى انا مشيت كنجري نقلب عليك وقلت لك تعالى راني حامله. انا بغيتك ترجع ليا حيت كتبغيني، فهمتي؟ علاش خليتي مني ما باغاش تقولها لي؟ علاش؟ حيت بغيت تبقى عندي شي حاجه تفكرني بك، فهمتي؟ داكشي باش لحتي الخيرية. أنا ما لحتوش في الخيرية، هو عايش دابا أحسن عيشة، ديك العيشة اللي ما غاداش نقدر نوفرها لي أنا. شنو زعما أنا كنولد؟ ماشي أنت اللي ما كتولدش عالي، مراتك هي اللي ما كتولدش. شنو سميتيها زهرة؟ علي. سميتو علي. دابا انا دكتور تقريبا شرحت لك كيفاش دايره الحاله ديالها. لا 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 انا ما كيبانش ليا بان حالته خطيره، انما الاطفال في هذا السن كيحتاجوا للاستقرار النفسي وعائلي، وبما انه جا من دار الاطفال هذا كيعني غالبا بانه كيفقد هذا الشيء. وكنصحكم دابا باش تحاولوا تقربوا ليه وتواصلوا معاه وتشاركوه بزاف د الحوايج. واخا دكتور غادي نحاولوا ان شاء الله. ولا ما بانش لكم شي تغيير كبير حاولوا تتصلوا بيا ولا تعاود تجيبوه لي انا باش نشوفوا. واخا دكتور ميرسي. جو فوز امبري مدام. سلام. في ناس مازال ما خلانيش نطفي عليه الضو. بشر بالي ماشي هو هذاك، وقرا خصنا نديو الطبيبه. لا ماشي على الدرجه، غير مازال ما ولفش. عرفتي ملي كنا في البحر بدا كيعاود ليا على الحروب اللي دازت ما بين المسلمين والكفار، وعاود ليا تاع الفتوحات الاسلاميه بحال زعما كاين هو كان حاضر فيها. واقيلا غير الاستاذ ديالهم ديال التاريخ دار لهم شي درس على هادشي. يمكن، ولكن راه عاود ليا هذاك الشيء اون ديتاي. ولا كيتفرج في دوك المسلسلات التاريخيه وبقى ليه داك الشيء لاصق في دماغه.
نستع كل ما ندخلو. ايه ولكن متخنقين ناس. ممكن يكون دار شي كوشمار. انا الشرب داك يخلاني. الا بقى كيدير بحال هكا راه خصنا نديو الطبيب. المهم نعسو بعدا الصباح ويفتح. بشير نعستي مزيان بالليل؟ اه نعست مزيان. ما حلمتيش بشي حاجه خايبه؟ انا ما كنحلمش، انا كنشوف. وشنو شفتي البارح؟ شفت ولدك كيدفعني للبحر. ولدي؟ ايه ولدك اللي ولدتي مع المراه الاخرى. هل باباك عنده مراه واحده اخرى اللي كان غادي ياخذ قبل منك؟ ليه عافاك الله يخليك، الا كان دخل من فرنسا ما كرهتكش تعلمني باش نشوفه. ماشي مشكل، احنا على اتصال. فالله اعطاه نورا من هدايته، مشكاته من سنى الاقلام والكتب، يعطي الكثير ولا يرجو له ثمنا، فهو الكريم وغيث دون ما سحب، ولم يضق ابدا ذرعا بواجبه، كالنهر يجري ولا يشكو من التعب. بغيت نفهم علاش ما كتنتبهوش ملي كيكون المعلم كيشرح الدرس. كنوصيكم وليداتي بالانتباه، لان ملي ما كينتبهش راه معمرو غادي يفهم، ومعمرو غينجح، ومعمرو غادي يوصل. انا مثلا انا ملي كنت صغير كنت مجتهد. علاش؟ حيت كنت كننتبه، كنت ديما كنجي انا الاول، حتى نجحت في البكالوريا. البشير مالك؟ علاش كتكذب علينا وسطك؟ اش كتقول؟ اش هاد الهضره؟ علاش كتكذب علينا؟ البشير ياك ما مريض؟ انت اللي مريض بالكذوب. شحال من هضره؟ سير بلاصتك وهنينا. انت كذاب. فاش كذبت عليكم اولدي؟ فاش؟ قلتي انت اللي كنتي كتجي الاول في القسم، ماشي انت. واحد الولد اسمه برايم هو اللي كان كيجي الاول، وانت قرطوك كتنقل في امتحان. كون ما جاش باك يرغب عليك كون طردوك من الدراسه. خرج عليا برا، سير مع دوزك خرج برا. حسنتك عند المدير ونتفاهموا مزيان؟ مازال كاع ما سخنتي بلاصتك ومازال كتقول فاز هضره. يلا خرج برا. هذا راه مريتي شويه، ما ديوش على الهضره ديالك. بحال التلاميذ ما خصهمش يكونوا عندنا في القسم، نكملوا الدرس ديالنا. ان المعلم للعلياء يحملنا وفي يديه غراس العلم والادب. اهلا هند، صافي لونطون. علي سميتي الزهره علي ماشي هند، ولا حتى سميتي تايا نسيتيها. ادخل بعدا. لا زربان شويه، جيت غير نسولك على شي حاجه. شنو كنتي كديري في دار الاطفال داك النهار؟ جيت نسول على ولدي. عندك ولد؟ اه عندي ولد. انا اللي غادي نحرمك من الثروه ديالك كيف حرمتيني من ولادي. كلام كتقول اش غنقدر نكذب؟ حسي الوافي، هاد الهضره باينه باش كل واحد يعرف الاصل ديالو. وانا الماضي بغيت ننساه، ولكن انتوما انتوما اللي كتخليوني نجبدو. فاطمة عقلتي على ديك الهضره اللي قال لينا البشير نهار جبناه على قبل داك الولد اللي عندي؟ اه عقلت. ما سولناش زعما واش فين هو داك الولد، ولا تاكدنا من ديك الهضره واش بصح. صافي علي، حتى نتايا وهاديك غير هضره خاويه.
لا ولكن الى جاب الله كانت بصح عندي نيت ولد علي. ليك ما دير شي مره اخرى عليا وانا ما خباريش. لا وانت عارفه انا ما كنتش مزوج قبل منك، غير هو كنت كنعرف واحد السيده. ما فهمش علي شنو بغيتي تقول. زعما ويلا كان عندي ولد منها وانا ما عارفش، هذا غير احتمال ولكن اون سي جامي. بشير بغيت نسولك اولدي، واش كاينه ماما؟ باباك كانت عندو شي مرا اخرى؟ واش عندو شي ولد؟ اه فاطمه غير سوليني انا بلا ما ديرونجي الدر. شنو بغيتي نقول لك؟ غتقول لي بلي كانت عندك مرا. ما كانتش عندي مرا فاطمه، صافي لونطون قبل ما نتزوج بك كنت كنعرف واحد السيده بحال كاع لي سيليباتير، ما تفاهمناش وسالت العلاقه ديالنا. ولد معاها؟ يلا اكتشفتها ما كنتش كنعرف. شكون هو الولد؟ يكمل بشير. تيكخوا كل بشير. لا اختات فاطمه اللي هي غير سقرا من الموسيقى. مرحبا اسكيوز. المهم انا غادي ندخل في الموضوع ما غاديش نطول عليك بزاف. علاش ما خليتيش تيلي الا تجي تقرا الموسيقى؟ ما سنى حنايا ما خوريتو جيت اذاقرا غير الموسيقى. هاتي اللي غير غاتكمل القرايه انت تيفرخين. هات ورا قرنت الموسيقى. قلت لك البنات ما كيغنيوش ولا كيعزفوا. ري غاستي تاويتا اللي خت غرينم حتى جي تمار هي ريازن. قلت لي نديها في قرايتي ونبعد على الموسيقى. ولكن لا ما عندكناش تخافي تي لا راني دايره بحال بنتي وكثر. ما سنى حنايا ما هنكي غزو ندير ليس ايش دات لهم تروى. وي ما عنديش الاولاد ورا التارو ورا درستي لي نتاروا او الا داريه وسافر هذا سنف ما رباني واسد ربي تيسير. انا درستي لي نتاروا. قالت لك راه تقدر تصاوب لك واحد الدواء باش تولدي. واخا ان شاء الله مره اخرى ونجربوا. قولي لي غتخليتي لي لا تقدجي الكونسيرفاتوار؟ واخا غير سيسترات العقل اشكون هاتي حتى باباس تمدو. واخا فهمت شنو قالت. قالت كان لا هي موافقه ولكن بشرط نتهلا فيك ونقابلك لحقاش باباك ديما مسافر. شتي انت كتفهمي الشلحه شويه وصافي. يلا المهم انا غادي نخليكم غنمشي هو كي ولد غير نزوجي. لا مره اخرى ان شاء الله مره اخرى نجي نشرب ان شاء الله. يلا بسلامه. بسلامه اكلي يا عمر. اهلي شكرا بزاف ماما شيري. يا بودكو يلا تهلاي في راسك حبيبي. باي باي. حرام قلتي لي كنصيفط لك ميساج. صافا؟ صافا فاتيكي. إوا فكرتي في داكشي علاش هضرنا؟ فاش؟ على حساب زعما نربيو شي وليد ولا بنيرة. اش غادي نقولك علي؟ أنا مكرهتش شي وليد من دمي ولحمي ولكن ما جابش الله. إوا حتى دابا ما نفقدوش الأمان، كلشي بيد الله. نربيو شي وليد يونسنا ويعمر علينا الدار ومن بعد يسهل الله.
اشنو قلتي؟ الشيطان هاد الهضره شكون اللي قالها لي؟ هاد راه اسرار داري، شكون اللي قالها لي؟ ولكن الحاجه واش هادشي كاين؟ ايه سيدي كاين، ولكن هذا راه اسراري واسرار داري. منين جابها هو؟ ونزيدك حليمه، نهار العيد الكبير فاش جبت لك واحد الحوليه صغيره وما عجبكش وقلتي لي ردو. اسيدي هاد الدري راه ماشي عادي هذا، وكاين شي هدور انت قلت غير بيناتنا. ولا 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 استغفر الله العظيم. اسيدي هاد الدري راه ماشي عادي هذا، منين شفتوا هاد الدري؟ شكون اللي عطاه لكم؟ انا ماشي دري حليمه، انا راجلك. اويلي على راجلي اوليدي، نعيد اش كتقول؟ هذا راه الحماق هذا ما يتقبلهاش العقل. انت قد هكا تكون راجلي؟ اش كاينه امي ياك لاباس؟ امي ترى ما بقيت فاهمه والو. هاد الدري قالك هو راجلي، واش هادي التسطيه ولا شنو هي؟ الله يهديك ولدي الله يهديك. انا ماشي ولدك، انا راجلك حليمه، وفوزيه راه بنتي. اويلي استغفر الله العظيم. اش غادي ندير؟ غادي نمشي نرتاح شويه في بيتي. ما دايره التسطيه بعينيها. الو علي، وي فاطمة، عندي لك خبر زوينة، أنا حاملة. سي با فغي، مبروك عليك، مبروك علينا كاملين. غادي يولي عندك واحد خوك ولا اختك، ماماك فاطمة حاملة. قصدتو الحاج الله يجيب الشفاء. يا ربي امين اختي، الله يشفيك. شوفي يا بنتي، خصك ترجعي لراجلك. لا با، انا وياه ما بقيناش مفاهمين صافي. سمعي اش تنقول لك، رجع لراجلك راه ولد الناس. ولد الناس؟ ياك با قلتي لي اصله خايب. بزاف الناس الماضي ديالها ما مزيانش، هاد الماضي تيخصنا نمحيوه. البلاد باغية منا شنو درنا اليوم.
اش الاغلاط ديال البارح؟ صافي ابا ديها غير في صحتك دابا تتبرى ويكون خير. بشير فين غادي يا ولدي؟ بلاتي يا بابا هدرت العرفه. هالدرب كله تنعرفه. علاش فين جيتي لهنا؟ لا انا كنت ساكن هنا. هالدار ديالي هالدار كنت ساكن فيه انا ومراتي وحتى ولادي. شوف هذيك هو المستقبل. ولكن خاصك تعرفي بعدا شكون هو الحاج الوافي. شكون بغا يكون؟ ولا قلت لك الحاج الوافي هو مول هذا الريستور وعنده الملكات بزاف وهو واحد من اكبر الاغنيات البلاد. اش غتقولي؟ ايوا هذه هضره اخرى. دابا هادشي كله ديال با. ايه هادشي داخل في الملكات ديال باك. لكن تتاكدي اللي هو باك. وعلاش غادي نتاكد؟ الا كان داكشي اللي قال على باك بصح حتى انا داكشي اللي قال عليا غادي يكون بصح. وكلي بعدا كلي بصح. علاش عيطتي لي نتسناك انا وما جيتيش للدار ديريكت؟ خديت رونديفو مع واحد جينيكولوج اخر. وعلاش؟ غير بغيت نتهنى وصافي. طيب كلشي كيقول لي من الاحسن نشوفو طبيب اخر. اش غادي نقول لك عالي؟ انا ما عنديش مشكل بغيتي تمشي شي جينيكو واحد اخر نمشيو غادي الا كنتي انت غترتاح. اش كدير دخيتي عاوتاني هنايا؟ واش عالي حنا فين مشينا كنلقاو هادشي راه بزاف. هادي ما تكون جايه تابعك غير انت انا كاع ما كنعرفها. صافي فاطمة ما بقيتش تعمل راسك بالخير والخير دابا نمشي. بنتي انا بغيت نسولك على شي حاجه وما بغيتكش تقلق عليا با. علاش باغي نتقلق بنتي؟ قول لي با واش انا بنتك ولا غير مربيني؟ منين جبتي هذا الكلام؟ ماشي مهم منين جبتوها با ولكن راه وصلني. اسمعي بنتي انا ربيتك وكبرتك كنتي احسن بنت في قرونك. دابا عافاك بنتي نسي عليك هذا الكلام. ولكن با انا راه بغيت نعرف الحقيقه. انت عرفتيها عندك ما تغيري فات الوقت باش تغيري. هي الوافي هو با. اه الحاج الوافي هو باك الحقيقي. حاولنا ننسقوا بيناتهم كنعطيو واحد الراحه النفسيه ديال الانسان. تماما. وايضا اللي بغيت نقول لكم هو ان الفنون الجميله اي لي بوزار هي مهمه بزاف للروح والجسد. والانسان اللي ما كيعرفش يذوق الموسيقى باعتبارها فن السماع فما يمكنلوش يعيش عيشه راقيه في التذوق. على سبيل المثال نقدر نقول لكم مثلا القران الكريم. القرآن الكريم تيكون عندنا مقرئ اللي كيجول لنا القرآن. هذاك المقرئ ملي تيكون الصوت ديالو جميل جدا كيزيد يحببنا في القرآن باش نستمعوا ليه. وأيضا كنفهموا أكثر المعاني ديالو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا اليوم من الدرس. الحصة ديال اليوم انتهت نتلاقاو إن شاء الله غدا. ومن نهار خديناه هو كيتخلع في الليل
ما عرفتش واش غير تيدير دي كوشمار ولا عنده شي مشكل. بزاف الدراري كيتخلعوا في الليل، ما تنساش باللي هذه 10 سنين هو في دار الاطفال، خصو غير يولفكم. ومتاكد بانه ما مريضش، ما دارش شي ازمه نفسيه. ما مريضش هاد السي علي، واش هو كيجي هو الاول في الامتحان وكيعرف الاشياء ديال الناس الكبار؟ راه هذا هو المشكل. دابا التصرفات ديالو والطريقه ديال الهضره ديالو فايته العمر ديالو، يعني ديال الكبار. الناس كلهم كيتمناو ولادهم يفهموا الاشياء ديال الناس الكبار. ويمكن عندك الحق. عافاك بغيت نسولك على واحد الوليد اخر سميتو علي، ومو سميتها الزهره. اه نتذكر هاد الولد، ده واحد السيد ما كيولدش ورباه، مو اسمها الزهره بنت الفضيله، دابا راه في فرنسا. ما كنعرف شي حد من لافامي ديالو، باغي غير نتهنى عليه. عافاك الله يخليك، الا كندخل من فرنسا ما كرهتكش تعلمني باش نشوفو. ماشي مشكل، احنا على اتصال. فالله اعطاه نورا من هدايته، مشكاته من سنى الاقلام والكتب، يعطي الكثير ولا يرجو له ثمنا، فهو الكريم وغيث دون ما سحب، ولم يضق أبدا ذرعا بواجبه، كالنهر يجري ولا يشكو من التعب. ما نفهم علاش ما كتنتبهوش ملي كيكون المعلم كيشرح الدرس. كنوصيكم وليداتي بالانتباه، لأن ملي ما كينتبهش راه ما عمرو غادي يفهم، وما عمرو غينجح، وما عمرو غادي يوصل. أنا مثلا، أنا ملي كنت صغير كنت مجتهد. علاش؟ حيت كنت كننتبه، كنت ديما كنجي أنا الأول، حتى نجحت في البكالوريا. وهذا هو الدليل. مزيان، كل شيء باين، العملية داز والفلوس تعطاو، والدليل ديال التحويل ديال البنكة كاين، وحتى هذا دليل مزيان كيبين كيفاش تحولوا الفلوس لحساب اخر من بعد 3 شهور بالتقسيط باش ما تبانش الاثار ديال التحويل. المهم من هادشي كله هو ان الرشوه كاينه. كنشكرك بزاف على التعاون ديالك. بشير، علاش انت سكوتي؟ دوي شي شويه، انا راه بحال اختك اللي كبر منك. تيلينا، انا راه ماشي صغير، انا راه كبر منك. واخا انا عيطك خويا الكبير. سمعيني هاتيلي، انا ما عارفش راسي، وكيفاش بغيتي نقولك شكون انا؟ قلتلك شي حوايج غادي تخلعي. قول، وما عنديش مناش نتخلع. انا كنعرف الناس كلهم بحالك، تعيش معاهم وعارف شنو جرى لهم. انا كاين، ولكن وقتاش مازال ما عرفتش. الحجاج ديالك السي علي ثابته، تنهنيك. لو كنحاولوا نديروا اللي قدرنا عليه. وانا من جهتي كنتسائل وقتاش غيوصل النهار اللي تولي فيه الصحافه نيت هي صاحبه الجلاله، تقدر تطيح ريوس كبيره بحال في الدول المتقدمه. هذاك هو مقياس الديمقراطيه. معلوم تماما، ولكن فراسك صاحبنا سيد الوزير ما قدرش يرفع دعوه بالجريده. وعلاش؟ خاف تبان الحقيقه على ود الوثائق اللي جبتي لنا ثابته. غير كمل على شغلك، استمر. سي با بوسيبل البشير، فهمتي شي حاجه؟ فهمت، ولكن غير بلاتي. واش هادشي اللي كتشوفو، واش كتشوفو في المنام ولا كتشوفو في الواقع؟ ما عرفتش هادشي ليلى. واخ نرجعو للمهم، علاش ما بغيتيش توري لباباك المعلومات اللي بغا؟ زعما راك انت ولدو، وهاد المعلومات راه محتاج لها في الخدمه ديالو. خفت من الحقيقه تبان، والناس يعرفوا باني انا مول الاسرار. ماشي مشكل، انت هو الحقيقه وهذا هو المهم. وليداتي يلا مشيو.
ولا باقي ما شبعتوش من البحر؟ لا بلاتي عافاك ماما. واخا سيدي ماشي مشكل، غنتسناو واحد شويه ونمشيو. بشير، علاش ولي ما عزيزش عليك تلعب مع الوليدات اللي قدك؟ شبعان لعب هي كتلعب بزاف المدرسة، تلعب بالمنوسات حتى هذا لعب وشاد اللعب كاملين، وهادشي كله اللي عندي هنا راه ماشي متاع اللي قدي. ماشي تاع اللي قدك؟ اه ماشي متاع اللي قدي. واخا سيدي انت دابا ما كاين حتى شي مشكل، غدا في الصباح غتقولي شنو هما الالعاب اللي بغيتي وغادي نشريهم لك. واخا واخا يلا صباح الخير. لا غير خليه انا غادي نطفي. صباح الخير. صافي ناس مازال ما خلينيش نطفي عليه الضو. بشر بالي ماشي هو هذاك، وقرا خصنا نديو الطبيبه. لا ماشي على الدرجه، غير مازال ما ولفش. عرفتي ملي كنا في البحر بدا كيعاود ليا على الحروب اللي دازت ما بين المسلمين والكفار، وعاولي تاع الفتوحات الإسلامية بحال زعما كاين هو كان حاضر فيها. واقيلا غير الأستاذ ديالهم ديال التاريخ دار لهم شي درس على هادشي. يمكن، ولكن راه عاود لي على داكشي أون ديتاي. ولا كيتفرج في دوك المسلسلات التاريخية وبقى ليه داكشي لاصق في دماغه. ولكن متخنقين ناس، ممكن يكون دار شي كوشمار. انا تشرب ديك حاجه اخرى، اعلانات الدوله، ولهذا ولا سعفتيني وما ديرهاش ملي قلت صور، ما ديرهاش ملي قلت صور. قلب على جريده اخرى. هذاك الشيء كيبان ليا النيت. طلعتي الطونوبيل وانت ساكت مالك؟ والو خرجت شويه مبرزت من الجريده، داك رئيس التحرير قال لك نولي كوريكتور. ما فهمتش انا واش دخلت لهاد الجريده باش نكون صحافي ولا باش ندير لا كوريكسيون ديال لي زارتيكل ديال عباد الله. وعلاش؟ شنو هو السبب؟ ما عندي ما ندير بالسبب ديالو، كيبان لي انا كاع نخلي لهم الجريده يربحوا بها. اش غادي نقول لك عادي؟ انا في نظري غير صبر شويه، ما تعرف ربما تكون هذه غير موجه ودايزه. ما عرفت الله ما عرفت. Thank you.
التحاليل اللي طلبتي لينا يا دكتور. من المؤسف السي علي باش نخبرك باللي النتائج ديال التحاليل كتبين باللي ما كتولدش، ولكن العقم ديالك ماشي صعيب، يقدر يتعالج الا تبعنا التريتمون يكون خير ان شاء الله. ولا التريتمون ما عطاش نتيجه يعني حنا ما نقدروش نولدو؟ فهاد الحاله تقدروا تربيو بنيه ولا وليد، ولكن ما نفقدوش الامل، نتبعوا التريتمون ويدير الله خير ان شاء الله. وهاد النتيجه اللي قلتي لي يا دكتور ديال ما كنولدش، واش الي سيغ؟ ماشي انا اللي كنقول، التحاليل اللي كتقول، ولكن ما نفقدوش الامل. تتفكر ورد عليا؟ لا نعيط عليك. يلا واخا. بشير اجي ولدي تغدى. استراحتي شويه؟ اسمح لي علي شرب بزاف، ويلي فين ما كنمشيو كنلقاو هو بزاف هادشي. فاطمه كون غير تمشي حدا البشير بقى بوحدو سيري ونسي شويه. في الحروب اللي وقعت فيها قبل ما يجيو المسلمين لهاد البلاد، وكيفاش كانت الحرب بينه وبين الكفار. ولي يا ولدي البشر اش هاد الهضره كتقول؟ شفتي هنا ماما؟ المسلمين كانوا هازين الرايات وفي يديهم السيوف. شكون اللي قالك هادشي؟ شفتهم. وملي هنا جا واحد قائد المسلمين كيخطب فيهم كيشجعهم، والاخرين كانوا هنا. بدات الحرب وهنا مات الكبير تاع الكفار. بسم الله عليك يا ولدي، بسم الله عليك. يلا ولدي من كل بلاصه. يلا بلاتي يا ماما. ومازال العقل هنا نزلت فرنسا تا هي وحربوها الوطنيين. سيرتي البشر عافاك يا ولدي، الله يرضي عليك. يلا نمشي من كل بلاصه. شنو دار؟ جاب دبلوم كبير مزور من الخارج وباباش ولا وزير. ويلا جاب دبلوم زور يعني خدام بالغش والغشاش، معلوم ما يخدم بلادو بنزاهة. معلوم؟ قول لي يا ولدي، الوزراء الاخرين ديالنا كتعرفهم؟ بارك الله عليك السي علي، ما عندي ما نسالك. انت دابا يمكننا نقول عليك باللي وليتي صحفي مهني 100%، وان شاء الله غادي ترجع لبلاصتك افيك اونور.
ولكن واش تقدر تقول لي كيفاش حتى كتوصل لهذا الخبر وهاد الفضايح ديال الوزاره ديالنا؟ والمصدر ديالي انا متوق فيه، غير هو كنتاكد من اي خبر كيعطيه ليا قبل ما نكتبه. ضيق الرشوه ديال 300 مليون راك شفتي الوثائق ديالها، غير هو مون نافي هاد الخبر حيت موجوده، غير ما كرهتش ما تنزلوهاش كلها في مره واحده، كل اسبوع على كل 15 يوم ينزل خبر بطبيعه الحال، لان بحال هاد الخبيرات هي اللي كتهم المواطنين. ايوا سيدي، حتى انا معكم في الطريق. الخبر ديال الفضايح ديال المسؤولين ما كاين غير هي، نريبوها على الكبار حتى تريب علينا حتى حنا. لا ماشي حتى لهذا الحد، اللي بغيت نقول لك هو ان بحال هاد الخبر راه هي اللي كتهم القراء، لانها كترفع من مستوى الجريده، وبالتالي حنا كنربحوا اكثر واكثر الاعلانات والاشهارات. ولكن بغيت نسولك كيفاش كتوصل لهاد الخبر عاد كتبدا تبحث فيها؟ ايوا لي كونسين ديالكم، انا اي صحفي مسؤول خصو يحافظ على مصدر الخبر ديالو ولا لا؟ دابا بغيتي تخبي حتى عليا انا؟ ايوا ما وصيتيناش باش نستثنيوك انت، كتعرفني بصدر ثقه، قول ما يهمكش. ديزولي شيف، ما نقدرش. على راحتك، بغيتي تقول قول، بغيتيش تقول انت حر. ولكن الاستنتاج اللي كاين هو ان هذا السيد اللي كيزودك بهذا الخبر قريب من زون شوط، نيسبا؟ يمكن قال لك الحاج يكون موجود، راه غادي يخرج دابا وعندو الرونديفو، ما بغاش يتعطل عليه. سير. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام. فيلا الحاج الوافي هي هادي؟ هي هادي اختي. عافاك اخويا، كاينه مراته. شكون اختي انت اللي كتسولي عليها؟ قول ليها واحد السيده كتعرفها، ولا عرفتي شنو؟ قول ليها خديجه بنت عبد الله البصير. الله يرحم لك الوالدين اختي، بعدي شويه ليه حيت الحاج غيخرج دابا وما كيبغيش اللي يبقى واقف لي حدا الباب الفيلا ديالو. الله يرحم الوالدين. من بعد. بشير فين غادي يا ولدي؟ بلاتي يا بابا، هدرت نعرفها. حاشا هدرت نعرفها، هالدرب كله تنعرفه. علاش فين جيتي لهنا؟ لا انا كنت ساكن هنا. هالدار ديالي هالدار كنتاكل فيه انا ومراتي وحتى ولادي. شوف هاد اللي خارج، راه ولدي اسمه عبد المولى. عبد المولى، عبد المولى، انت هو عبد المولى؟ ايه. اخوك هو عبد الواحد؟ اه. وباك مات، علاش تسول؟ هذا ولدي البشير، راه يمكن اخويا كيعرفكم، غير شد لي الخاطر شويه. باش ماش باك؟ كسيده. صافي. امك هي حليمة؟ اش كتعرفنا ولا؟ بغيت ندخل للدار نشوفكم ونشوف خواتاتك عيشة ومينا وفوزية. اش كتعرفنا نيت؟ بلاش انا غادي نقول لك، زيد نوريك واحد الصورة ديال باك بجلابيته بيضة وبلحيته. واش باقي فوز الدار؟ ايه. بغيت ندخل نشوف امك حليمة لابد. دير لي عفاك خاطر. واخا سيدي تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. ولدي البشير، واش هاد الناس كتعرفهم نيت؟ انا راه ما فهمت والو لهاد الشيء ديال ولادك وانت باهم. عندك اولدي دير لي شي مشكل معاهم؟ لا انا باقي عاقل بلي انا وباهم وانت في كسيده. تفضلوا سيدي تفضلوا. يلا ندخلوا. سلام لاله. سلام سيدي. سلام وليدي، مرحبا بكم. تبارك الله عليك، سمح لينا لاله هجمنا عليك، راك نديت غير انا ولدي من الدرب وقال لي كيعرفكم. كيعرفنا؟ ياك ما فايت جيتي مع شي حد عندنا. تفضلوا سيدي، جلسوا جلسوا. فوزيه ديرها بنيتي الماء يطيب، نديروا شي كويس ديالها تيلا يرضي عليك. الله
تبدلت عليك شي حاجه وليدي في الدار؟ الوافي هو يعلم الله شكون هو هذا الوافي. خصك تتاكدي واش بصح باك هو الوافي ولا الحاج عبد الله. انا ما كيهمنيش الماضي، اللي كيهمني هو الحاضر والمستقبل. ولكن خصك تعرفي بعدا شكون هو الحاج الوافي. شكون بغى يكون؟ ولا قلت لك الحاج الوافي هو مول هذا الريستور وعنده الملكات بزاف، وهو واحد من اكبر الاغنياء ديال البلاد. اش غتقولي؟ ايوا هذه هضره اخرى. دابا هادشي كله ديال با. ايه هادشي داخل في الملكات ديال باك، لكن تتاكدي اللي هو باك. وعلاش غادي نتاكد؟ الا كان داكشي اللي قال على باك بصح، حتى انا داكشي اللي قال عليا غادي يكون بصح. وكولي بعدا كولي بصح. علاش عيطتي لي نتسناك انه ما جيتيش للدار ديريكت؟ خديت رونديفو مع واحد جينيكولوج اخر. وعلاش؟ غير بغيت نتهنى وصافي. طيب كلشي كيقول لي من الاحسن نشوفو طبيب اخر. اش غادي نقول لك هادي؟ انا ما عنديش مشكل، بغيتي تمشي شي جينيكو واحد اخر نمشيو، هادي الا كنتي انت غترتاح. اش كدير تخيتي عاوتاني هنايا؟ واش علي حنا فين مشينا كنلقاو هادشي راه بزاف؟ هادي ما تكون جايه تابعك غير انت، انا ما كنعرفها. صافي فاطمة ما بقيتش تعمل راسك بالخير خير دابا نمشي. بنتي انا بغيت نسولك على شي حاجه وما بغيتكش تقلق عليا با. علاش بغيتي نتقلق بنتي؟ قول لي با، واش انا بنتك ولا غير مربيني؟ منين جبتي هذا الكلام؟ ماشي مهم منين جبتو با، ولكن راه وصلني. اسمعي بنتي، انا ربيتك وكبرتك. إيه؟ كنتي احسن بنت في قرونك. دابا عافاك بنتي، نسي عليك هذا الكلام. ولكن با انا راه بغيت نعرف الحقيقه. انت عرفتيها